ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم في فقرة جميلة جدا وملفتة لبنات كتير شايفين ان هو حلم حياتهم يكونوا مكان ضيفتنا النهاردة. حياتهم كلها عاشوها رحالة من بلد للتاني، واغلب وقتهم ممكن يكونوا بيقضوه بين السماء والارض. مهنتهم ليها طبيعة خاصة جدا، ومن غيرهم ما تكملش رحلة الطيران ابدا. هم همزة الوصل بين الراكب وقيادة الطائرة، هم صمام الأمان للركاب بالمتابعة وتلبية طلباتهم والحرص على حياتهم. وطول فترة الرحلة وجودهم بيدي يمكن بهجة واطمئنان وابتسامة للرحلة، خاصة للناس اللي بتخاف شوية من الطيران. بيتعاملوا مع ثقافات مختلفة ونفوس مختلفة بروح وطاقة إيجابية ثابتة. النهاردة هنحكي عن مهنة مختلفة ومميزة جدا جدا قدرت البنات والستات تثبت انها مهنتها باقتدار، وهي مضيفات الطيران. واللي هيكلمنا النهارده عنها في الاستوديو المضيفات الجميلات روان احمد ونورهان اسامه. مساء الورد. جاهزين للتيك اوف؟ يلا يلا هننطلق. اهلا بيكم طبعا، منورينا روان ونورهان. واسمحوا لي ابدا مع نورهان. ايه المواصفات اللي بيختاروا على اساسها المضيفه؟ يعني في جزء ثقافي جمالي، احكي لنا. هو حاجات بتكمل بعض يعني. نمره واحد طبعا الشخصيه. يعني هي مش اساسي 100% ان يكون المضيفه شكل خالص، لان احنا بيبقى لينا شايفين اماراته فهو الاساسي نمره واحد المواصفات الشخصيه. انت يكون عندك ليدرشيب، يبقى عندك تيم ورك، انت بتشتغلي مع كرو، انتوا بتكملوا بعض، ويكون في نفس الوقت انت اللي هتقودي الركاب في اي حالات. اكيد بتعدي باختبارات صعبه. طبعا طبعا. ثبات انفعالي اعتقد اول حاجه. وطبعا الطول والوزن عشان مش هنكذب يعني. ما شاء الله. اساسي طبعا الشخصيه القياديه، وان انت تبقي عندك تيم ورك الكلام ده كله، وطبعا سرعه بديهه وحسن تصرف طبعا وحسن اداره الامور، لان انتوا فوق في الهواء فما فيهاش مساحه. روان، ايه اغرب موقف حصل لك، او خلينا نقول اصعب، يعني اغرب او اصعب موقف حصل لك في الفتره اللي اشتغلتي فيها وحلتي ازاي؟ هو بالنسبه ممكن يكون اغرب موقف، يعني ما تعرضتش لموقف صعب قوي كامرجنسي كده الحمد لله. اغرب موقف بالنسبه لي كان في مره كان معانا راكبه هي مصريه بس عايشه طول حياتها في ايطاليا، وكان معاها باسبور ايطالي، فلسبب ما حاجه عائليه يعني رجعت مصر، والمفروض ان هي تزوجت يعني، والمفروض كان بعدها باسبوع انها تسافر ايطاليا، بس للاسف كان بالاجبار. فاللي حصل كالاتي، انا كنت بعمل الكابن تشيك بتاعتي. الكابن تشيك دي لازم بنعملها لكل دقائق معينه نطمن ان الركاب كلها بخير وان هم سيف والكلام ده كله. فلقيت تعبيراتها غريبه ومعيطه وعماله ترفع لي ايديها، فانا ما كنتش فاهمه، فروحت قلت لها، ما كنتش عارفه ان هي مش عايزاني اكلمها، هي عايزه تشاور مش اكتر. كان جنبها قاعد واحد بس برضه تصرفاته كانت ويرد قوي، فغريبه. بالظبط. فلقيتها بتقول لي معلش، انا رحت قلت لها حركت اموري في حاجه، فلقيتها بتقول لي انا عايزه اخش التويليت. بس برضه بتعبيراتها ما كانتش مريحه، مش مجرد سؤال عادي. قلت لها طب حضرتك اتفضلي، لقيته بطريقه اجريسيف قوي، قال لا ما حدش عايز تويليت. انت طبعا بذكائك انت قدرتي تقري وشوشهم ولغه الجسد ليهم هم الاثنين، ففهمتي قصه. دي حقيقه، هو بايده كده يعني مش عايزاها تقوم، انا حسيت كده. فرجعت قلت لزميلي الشيف بتاعي، او اللي بيبقى مسؤول يعني رئيس طاقم الضيافه، كابين. بالظبط، قلت له في سيتويشن غريب، وبعد ما هي كانت عايزه تويلت هو مش عايزها تقوم. فقال لي خلاص انت تروحي بطريقه معينه، يعني احاول بطريقه شويه اسرتيف ان انا اقومها وادخلها تويلت. فرحت قلت لها استنى حضرتك بس التويلت فاضي دلوقتي، اتفضلي قومي معايا. ففعلا قامت، ما دخلتهاش تويلت، اخذتها عندنا مكان اللي هو خاص بالكرو. لا طبعا، لا مستحيل، ما حدش يدخل الكوكبيت. لا لا، الجالي ده مكان خاص بالكرو. أيوة. واخذتها، فهمت اللي هو في ديل الطياره في اخر بالظبط. في واحد بيبقى في الاول الطياره، في واحد في اخر الطياره. بس فهمت منها انها مسافره بالاجبار. طبعا قعدت اعيط وقالت لي انا عايزه البوليس، انا مسافره مهددني، وهو ضحك عليها ان هو هيسفرها ايطاليا عشان عايز ياخد الجنسيه او كده، فمسافره بالاجبار ومتجوزه بقى اسبوع. فبس قلت لها طب حضرتك ارجعي، احنا مش عايزين طبعا نحوله لراكب مشاغب، مش عايزين نضايقه او نستفزه باي حاجه. فرجعتها مكانها ورحت للشيف بتاعي، وطبعا بلغنا الكابتن ان في سيتويشن معانا غريب، لان هي كده سلامتها مهدده. ومسافره غصب، دي حاجه مش لطيفه خالص. فاتفقنا انه بطريقه ما برضو هنبين ان هي عندها مشكله في ورقها او ايا كان، نبين نفتعل كده مشكله ان هي تقوم معانا من جنبه بطريقه سيف يعني. رحت لها قلت لها استاذه حضرتك ممكن تفضلي معايا، كان معايا طبعا الشيف لان هو ولد فيبقى السيتويشن جد شويه. فقلت لها استاذه تفضلي معايا وتجيبي شنط حضرتك وعايزه الباسبور بتاعك. فهو قلق، انا ما فهمتش هو فاهم ايه بالظبط، بس هو قلق يعني، سابها تقوم عادي وما تضايقش بالظبط،
ودخلتنا عليه كانت مبينه ان في مشكله يعني. ما دخلت مباحث. اه بالظبط. اخذنا فعلا شنطها واخذناها معانا وحكينا ستويشن بلغنا الشرطه طبعا تحت وطلعوا اتعاملوا والحمد لله وصلت بسلام. ما اعرفش بقى رجعوها البلد ولا عملوا ايه. عملتوا اللي عليكم على الاقل. وده ممكن يخلينا برضو نسالكم كده سؤال انتوا يعني تجاوبوا بيه تعرفوا معلومه مهمه للمشاهدين اللي بيركبوا في الطياره بعد الفاصل. طب نروح الفاصل الاول ونعرف السؤال بعد الفاصل. اتفضل. ومره تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل. كنا في ترانزيت يعني مش فاصل بما اننا بقى بنتكلم على مضيفات الطيران وكنت ما بطلناش نتكلم. واحنا احنا بنعمل فيهم عمايل يعني كركاب والله الله يكون في عونهم. ومن هنا بقى يظهر سؤالي اللي ممكن توجهوه لكل اللي بيتفرجوا علينا وبيركبوا الطياره. اصعب او يعني مش اذكى التصرفات اللي ممكن الركاب تكون بتعملها وبتضايق جدا مضيفات الطيران ممكن تكون ايه؟ انا بالنسبه لي احنا لما بنبلغ سكيور بنجهز الكابينه اللي احنا خلاص ريدي فور لاندنج او فور تيك اوف لان دي المراحل الخطر في الطيران اللي هي تعتبر كريتيكال. لازم نقعد ونحط الحزام ونرجع الكرسي مكانه. احنا مش بنعمل كده رخامه يعني عايزه اقول للناس بجد احنا مش بنقول لكم كده عشان احنا قاعدين فاضيين مثلا. لا الحاجات دي عشان امنكم وسلامتكم. في ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه فاحنا نبقى مجهزين الكابينه ان احنا مستعدين لاي مخاطر هتحصل. فمثلا ممكن في اللاندنج تلاقي خلاص بعد السيت بيلت ساين وخلاص نازلين الاقي واحد مثلا هو قاعد نايم الرحله كلها 5 ساعات وهو عايز يدخل الحمام دلوقتي يعني هو خلاص بقى حمكت دلوقتي حد معذور برضه يعني يعني مثلا واحد عايز يشرب شاي يعني برضه حبكت برضه انه عايز يشرب شاي قبل ما ينزل. وده برضه المفهوم الثاني ان احنا مش بتوع شاي وقهوه بس. ايوه قولي 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 اللي نفسك فيه. قولي احنا طالعين للسيفتي للامن وامان الطياره. احنا ملمين بالاكويبمنت بتاعت الطياره ملمين باي حاجه المخاطر دارسينها. تقديم الاكل والشرب جزء من ضيافتكم الناس زي ما يكونوا ضيوفكم في بيوتكم مش ان دي انت بتضيفي حد عندك. لو انت ضيف عندي ده دي حاجه كومبليمون او يعني ان احنا شرفتنا على الطياره. بس احنا الاساسي احنا طالعين علشان سلامه الركاب وسلامه الطياره مش عشان نجيب الشيكن يعني. سلمين على الرفس ده اللي احنا بنشوفه. بنشوف ايه بقى مين فيكم هنا؟ ده الانونسمنت اللي اه ده انا تدريب بقى يعني صح؟ لا كان عندي فلايت وكنت بجيت ريدي ليها يعني. حلو. واللبس بتاعكم يجنن كمان جميل اهلاويه خالص قوي. اوكي ده الديمونستريشن بتاع السيفتي بتاع الباسنجرز قبل ما نطلع. لازم يبقى عارفين الطرق الامان بتاعتنا. اه بالظبط. وده مهم جدا يعني يا ريت تركزوا فيه. ايوه دي حقيقه. روان انت اقل من الوزن يا روان المطلوب يعني. مش عايزين نقول كام بقى كنا في الفصل بنسال عن الوزن. 50 كيلو. روان بتطير في المطبات شكلها كده. دي حقيقه فعلا. بمناسبه بقى ايه المطبات اكيد انه في مواقف ليها علاقه بالسيفتي اتعرضتوا ليها. بيحصل ساعات حالات وفاه على الطياره حد قلبه ما استحملش الضغط فيرست ايد الفيرست واحده بتولد برضو مع الضغط حتى لو ده مش ميعادها ممكن ده ياثر على البيبي حد جاله ازمه اكيد انكم بتتعرضوا لده. هل مدربين انكم تعملوا ده؟ طبعا ده حاجه اساسيه عندنا ان احنا ده في الكورسز بتاعتنا الفيرست ايد كورس وبنمتحن فيه كمان يعني وبنمتحن فيه. واعتقد انكم لازم بتعلنوا في الميكروفون ان لو في طبيب على الطياره لان حصلت وانا راجعه في اخر السفريه انا قلقت. اتعرضتوا لده؟ كتير. روان احكي لي الموقف. كان معانا بنوته برضو صغيره بس هي عندها الدوار بتاع الجو او عامه الباص اي حاجه بتتحرك وكانت تعبانه جدا وطلبنا لها برضو الدكتور وريحناها عملنا عادي الاجراءات العاديه بس دي كانت كيس عاديه يعني في مواقف كتير اكتر من كده ممكن حد يجي له ازمه. في برضو حد بس ده مع زمايلي مش معايا برضو اتوفى على الطياره. بس احنا وانس ان حد اتوفى مش بنقول او بنحدد احنا بنعمل معاه السي بي ار والحاجات اللي دربنا عليها. بنديله تو ريسكيو بريس و30 كومبريشن ان هو يعني محاولات الانقاذ بالظبط اللي هو الاي اي دي. طبعا خلال واحنا بنعمل كده بنشوف لو في دكتور اون بورد نفضل نعمل معاه كده لحد ما يا اما يرجع له النفس ان شاء الله يعني يبقى كويس معانا او نخلي الكيس بتاعته ستيبل لحد ما ننزل لاقرب طبعا وغير معلنه عشان بقيه الركاب ما يحسوش بخوف. لازم طبعا في حد بيكونترول الركاب بيطمنهم بنبلغ الكابتن والسلطات واحنا بنتعامل طبعا مع الكيس نفسها. طيب نورهان عملتوا ايه امبارح في الجو الصعب ده؟ كان التيك اوف ولا اللاندنج اصعب ولا ايه اللي حصل؟ لا هو في اللاندنج وانت طالعه من جو الجو يعني
احنا من مصر مثلا، انا كنت امبارح كان عندي رحله اسبانيا مدريد، فالجو مختلف. وانت نازله بقى هناك بيبقى فيه شويه تربلنس كده، شويه مراجيح كده حلوه قوي، مطبات هوائيه. فطبعا كابتن على طول بيحط السيت بيلت ساين، واحنا على طول بنطلع نتشيك ان الركاب كلها حاطين السيت بيلت ساين، وبنبلغ كابتن احنا ساعات لما بيحصل تربلنس بيحصل حاله هرج ومرج، والناس بتتخض، خصوصا اللي بيركبوا طيارات لاول مره وبيفتكروا انه الطياره بتقع فممكن يخرجوا عن السيطره. ساعتها دوركم انتوا بقى طبعا تعملوا ايه. انا مره قعدت مع راكبه جنبها طول الوقت لحد تقريبا ما نزلنا، لانها كانت بتعيط بهستيريا يعني كدرجه سيفير من الخوف من المطبات ومن اي حاجه. هي كون ان الطياره بتتحرك هي خايفه حتى وما فيش مطبات، ففضلت معاها على قد ما اقدر وخليت راكب جنبها بس يفضل معايا لحد مثلا اخلص سيرفيس او بعمل حاجه، وارجع اقعد معاها تاني، اتكلم معاها في مواقف عاديه، نتكلم نضحك، فبفضل معاها بس اهم حاجه اطمنها لحد ما بيبقى في دايما الراكب اللي هو الترابل ميكر اللي هو طالع يعمل مشاكل وبس. فلو حصل تربلنس الحقوا الطياره بتقع، ما حصلش تربلنس يعمل هو تربلنس ويعمل هو بيعمل تربلنس في الطياره. بتتصرفوا معاه ازاي ده؟ لا ده لو اتساب كده هو يعني بيبقى كذا نوع. انت عندك بيبقى راكب المشاغب ده اللي هو باللفظيا، وبعد كده يعني لو في بتتعاملي معاه على اساس درجه خطورته. يعني لو لفظيا يا فندم مثلا حضرتك في ايه المشكله، طبعا احنا لازم تستوعبي الراكب، لازم ده جزء اساسي من شغلانتنا. فبتستوعبي بتشوفي المشكله بتحلها له، اكيد هو اكيد مش طالع يرخم يعني، هو اكيد في حاجه حصلت ما حدش سامعه ولا حلها له. غير ان في الحالات القصوى بيبقى دايما في حد مسؤول امن على الطياره على حسب ما شركات اعرف. احنا عندنا احنا بنقوم بالدور ده، انتوا ما شاء الله احنا اللي بنقوم بالدور ده يعني احنا واخدين سيلف ديفنس كورس برده وحاجات. فكرتوني بموضوع الخوف من فوبيا الطيران، وليها كل التحيه حبيبه قلبنا كلنا الجميله ميرفت امين. كنت مره راكبه معاها الطياره وهي عندها فوبيا من الطيران بس ما كانتش سويت. دي جميله برقتها دي بقى، وهي يعني ايه مكلبشه في ايديا وفي ايدين اللي حواليها برعب شديد، فكانت اول مره اشوفها في الرعب ده. بنبوسك عندها فوبيا طيران ومها بعوف كمان. مره كنت طالعه اعمل فيلم في بيروت برضو ولقيتها مسكت دراعي هتقطعه وواخده كل المسكنات والمهدئات اللي في الدنيا اللي رحمها عليها يعني. انا اصلا في الاول كنت بحب الطيران والطياره والله ومش عارفه ايه كده، بس لما درست بقى المخاطر والحاجات دي بتطلع بقى مستعده. شكلك بتحبي الطيران اهي بتاعك كلفيت اهو. الجو كان ساقع ولا ايه؟ يعني من ده على ده، هو الجو مختلف في كل. اسالكوا بقى على حاجه، المعاكسات بقى يعني كتير من الناس بتبقى طالعه بالذات الشباب يعني اللي هو اكيد المضيفات دول زي ما انت قلتي بيبقوا متنقيين ما شاء الله وكلهم عندهم ثقافه ولباقه وجمال، بيبقى في معاكسات كتيره يعني هزي راسك يعني مش باينه صوتك مش طالع بيبقى فيه طبيعي. بس بيتم التعامل معاهم على طول وانس ان عرفوا ان الموضوع سيريس بيبقى يعني تعرفوا مضيفه ارتبطت من حد من الركاب عكسها وموضوع تحول لجواز بعد كده وحب؟ لا لانه ما فيش استجابه، ما بيبقاش فيه اصلا الفرصه لده، فما تحاولوش. لا احنا طالعين نشتغل، فهموا ان محاولات بائسه كلها على الفاضي. طب هو شغلانتكم بتطفش العرسان صحيح؟ ما يعني بيقول لك اصل هي ما بتقعدش وعلى طول طايره وعلى طول مسافره وبتاع. يعني احسن هو الراجل بقى، في بالنسبه له الراجل شايف ميزه سبورتيف جدا بالعكس يعني. في بيساند، في بيساند دي حقيقه، وممكن يقعد يذاكر لي مش عارفه ايه كده. يعني اللي مش عاوز يعني مراته تبقى كبسه على انفاسه 24 ساعه ممكن يبقى يدور على المنتاليتي. هو بيبقى لايف ستايل، كل حد بيحب حد يعني عايز يعيش مع حد عامل ازاي، هو نصيب ورزق وربنا يكرمك. بس هنفضل قاعدين مع بعض هيزهق مني، فانا هسيب له شويه بقى، اسيب له يتنفس شويه ليكم حبه هوا بس. انتوا نورتونا ويا رب ابدا ما تعرضوش لاي مواقف صعبه في رحلاتكم وفي شغلكم، اللي هو يعني من غيركم ما نقدرش نتخيل ان في رحله طيران كامله من غير طاقم الضيافه المحترم اللي بياخد باله مننا. ونورتوا الستات ما يعرفوش يكذبوا بس بيعرفوا يعملوا حاجات ثانيه اهو ادي اولها ما شاء الله ناجحين في كل حاجه باذن الله. نورتونا وشرفتونا يا بنات، مبسوطين ان احنا كنا معاكم. كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. خطوه عزيزه يا وبكره خطوه عزيزه يا بنات. خطوه عزيزه يا بنات، اوعوا سلهوب الهواء وانتوا خارجين الجو برد. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا، وسلام عليكم.